البعض يسموني على الاثمنه ديال هذاك الفيديو اللي كنت درت سلسله ديال التيكيده ديال وطيله المغرب، كيف مراكش في اكادير في عده مدن، ولكن الريو بالاس تيكيده تغنى. لابد غنديروا جوله في هذا الفندق اللي باختصار وبالموجز غنحاول نعرفكم سبعه المسابح طبيعه الحال الشمس ومسبح مغطى، وانا من النوع اللي كنبغي داك المسبح المغطى ماشي دائما بطبيعه الحال. شبك البحر بطبيعه الحال جميع الرياضات وكل جميع انواع الترفيه في ذلك الفندق اللي فيه المساحه ديالو 15 هكتار. بأن أي حاجة خارجة على أوقات الأكل إنكلوسيف، يعني غالبا الفنادق اللي كتكون خمسة نجوم اللي كتدخلي ليها أي حاجة شربتي خارج أوقات الأكل أو الإفطار كتعطي الرقم ديال الغرفة ديالك ديال الشومبر ديالك، وملي كتبغي تخرجي كتخلصي شي حاجة إضافية اللي انتي استهلكتيها. هاد الفندق لا، كل شيء داخل فيه، يعني تبقى تاكل تدوخ داخل وخارج اوقات الاكل. بالاضافه اللي عجبني فيه ان هذوك النساء اللي كيبقى واحد السنه تقريبا دائما عليهم واحد الضغط ديال المطبخ، واقفه في لاكويزين وكطيبي، ملي غتجي لهنا غترتاح الاستجمام بكل ما كتحملو الكلمه من معنى. مسابيح، ركوب الامواج بالخيل، الهان، التنس، اي شيء اي شيء كل شيء كاين. دابا حنا غندخلوا لداخل في الوطي وما غنمشيو نخرجوا، يمشي لنا واحد ديال التغازوت والطفل ديالهم محضي في امان. كلشي على القص، كلشي على الماكلة، أربعة المطاعم فيها كل ما ألد في الحساب ديال الشومبر. انت او انت في وطي الريو بلاستيكي دار تغازوت في اي مكان في الوطي استمتع به في كل مكان في ما تحركتي. اولا بغيت نعرف كيفاش كتتم هذيك القضيه ديال الاكل، كيف كتدخل نتايا فاش يلا كتسجل في الريسبسيون كيعطيك واحد الباندا كديرها في يدك، باندا بحال اللي كنديروها بعض المرات للزينه، صافي فقط هذيك الباندا كديرها في اي مكان كنتي او الخدمات ديال هذا الفندق كلها او راه الاشاره ديالك.
هبطي لاصال وديري الرياضة اللي ما كنتيش كتبغي ديريها في الشمس مع الكرة، أي حاجة كتعلق بالجامعة. شيء سالف إلا كان واحد تقريبا في الشهور اللي كتكون ميتة ماشي في الصيف، تقدر تبدأ ب1500 إلا قطعتي ديريكت. الحجز كيكون مباشرة مع الفندق وليس عبر الشركة، ولكن إلا كانتي مثلا كوبل ومعاهم طفل، ما كيتحسبش دائما الطفل، كتكون كتبدأ في الشهور الميتة من 2000 درهم، 2500 إلى ما فوق. أما في الصيف كتقدر تبدأ كذلك كوبن ب2000 والفوق، ولكن شكون اللي كيلعب في الثمن هو العدد الأيام اللي غتجلس في الوطيل، مش 3 أيام أو 7 أيام أو 15 يوم أو شهر. كل ما كان العدد الأيام كتير كل ما كان الثمن أقل، ولكن راك مسارة كدير الباندا في يدك وأرى بالراحة، كتبقى تفكر حتى في شي حاجة. كون وضحت لكم الأثمنة ديال هذا اللوطيل الجميل جدا، وقناة هند دائما لا للتفاهة لا للميوعة لا للمال، نعم للإفادة، اللي عجبتكم قناتي اشتركوا فيها. وهيد تحييكم.